الأردنية سارة القدساون على درجة الماجستير في الأدب العربي في الجامعة الأردنية برسالة عن النزعة الإنسانية في شعر ياسر الأطرش الشعري. الرسالة الأكاديمية أبرزت أهمية تناول المحتوى الشعري لشعراء معاصرين في الرسائل الجامعية، لا سيما أن الطالبة سارة اختارت رسالتها عن شعر زميلنا الشاعر السوري ياسر الأطرش، معد ومقدم برنامج ضمائر متصلة على تلفزيون سوريا. نتابع العرض الآتي ونعود للنقاش. هذا الموضوع نستضيف سارة القطاونة طالبة دراسات عليا، هي معنا من عمان. أهلا بك سارة. أهلا بك، مساء الخير. سارة، اخترتي موضوع النزعة الإنسانية في شعر الشاعر ياسر الأطرش ليكون موضوع رسالة الماجستير، لو تحدثينا أكثر عن سبب هذا الاختيار. حقيقة يعني تجربة الشاعر ياسر الأطرش الشعرية تستحق يعني الدراسة. لفت نظري من يعني أنا من متابعين الشاعر الأستاذ ياسر الأطرش من برنامج من خلال تجربتي برنامج شاعر المليون. فأذكر أنه كان يعني وقع كلماته الشعرية الأثر في نفسي. فهذا عندما كنت في البكالوريوس، ففي عند مرحلة اختيار الموضوع يعني موضوع الرسالة في مرحلة الماجستير يعني أثارت في نفسي، كنت قرأت له أكثر ولتجربته الشعرية أكثر ولدواوينه، فقررت أن يكون يعني ياسر الأطرش هو الموضوع. وسألت نفسي لماذا لا يكون الشاعر ياسر الأطرش. هذا هو السبب. طب يعني برأيك سارة، ما أهمية اختيار شاعر معاصر، خاصة أنه معظم الدراسات اللي تعودنا عليها بالجامعات ربما تتناول شعراء من أزمنة سابقة كشعراء الجاهلية أو العصر الإسلامي؟ بالضبط، هذا كمان هذا يعني سبب من أسباب اختياري لأنه شاعر معاصر، شاعر عايش وعاش وشهد على العديد من الأحداث التي شهدت عليها يعني الدول العربية والعالم. يعني هو قريب منا، هو شاعر يعني يتكلم بلسان صحيح، يتحدث عن يومياتنا. وأعتقد يعني أن الشعراء القدماء الكثير يعني أضخمت المكتبة العربية بدراسات نقدية لشعراء قدماء. فوجدت أن ياسر الأطرش الشاعر يستحق تسليط الضوء عليه وعلى تجربته الشعرية. طب سارة، ما أهم تمثلات الحالة الإنسانية اللي وجدتيها في شعر ياسر الأطرش من خلال بحثك؟ عفوا، بس ما هي مظاهر الحالة الإنسانية اللي وجدتيها بشعر ياسر الأطرش من خلال البحث؟ شعر ياسر الأطرش شعر إنساني، يعني من أهم المظاهر كانت أنه
الانتماء للوطن. يعني أنا ما يلفتني بصراحة بشاعر ياسر الأطرش انتماء علاقته التي تجمعه مع سوريا. علاقة صراحة لافتة وجميلة. هذا ما هذا يعني بعد إنساني أن يكون الإنسان منتميا إلى وطنه وتجمعه هذه العلاقة بالوطن. أيضا حديث ياسر الأطرش فقط لا يقتصر حديثه عن سوريا، وإنما مثلا تضامن مع له شعر في العراق، لبنان، غزة، حتى صحيح. أنه وصل الصين يعني. صحيح. أيضا رفضه للحروب ورفضه لكل مجال من يحاولون أن يسلبون الإنسان إنسانيته، تحدث عن هذا الجانب كثيرا. يعني رفض الظلم، أيضا نصرة الضعفاء في جميع أنحاء العالم، هذه كانت من أهم الأبعاد. يعني حنينه للوطن، موقفه من الحرب وآثار الحروب، هذه أبعاد إنسانية يعني عند شاعر واضح. في ظل طغيان الرواية الآن، يعني أصبحت الرواية موضة العصر في الدراسات الأكاديمية، لماذا اتجهت أيضا إلى أنه يكون موضوعك الأكاديمي عن شاعر وليس عن رواية مثلا؟ يعني الشعر، يعني الشعر هلا يعني مبين أنت من متذوقين الشعر ومحبي الشعر. نعم، أنا يعني الشعر أقرب لقلبي حقيقة، وهذا الفن يعني أجده معبر أكثر، لكن هذا لا طبعا لا ينقص من الرواية. لكن الشعر يعني له كمان أبعاد جمالية كالوزن، الإيقاع، وهذا بعد يعني مفقود في الرواية. كان الشعر هو الاختيار الأنسب. نعم بالضبط. طب سارة، في ظل ما يشهده العالم اليوم من حالة من التمزق والحروب خاصة بمجتمعاتنا العربية، كيف تنعكس الحالة الإنسانية في الشعر على الواقع الثقافي والاجتماعي وكيف تؤثر فيه؟ طبعا يعني الشاعر هو يكتب ليؤثر، وللتجربة الشعرية يعني هي أساس هدفها يعني يكون لها تلقي في الوسط في الشارع. وهذا يشهد عليه التاريخ أن الأعمال الأدبية تترك أثرها في الشارع. وأعتقد هذه يعني رسالة ياسر الأطرش في رسالته الإنسانية، وقع الأشعار، وقع المعاني التي يتناولها بالضرورة عاجلاً أم آجلاً سيكون لها الأثر على الشارع وعلى المجتمع يعني. نعم. كل التوفيق يا سارة. يعني ما هي أعمالك أو دراساتك أو أبحاثك المستقبلية؟ بماذا تفكرين؟ حقيقة يعني الآن مرحلة مرحلة الدكتوراه يعني هي في البال إن شاء الله، وهي من أحد الأهداف والطموحات. أيضا يعني أريد في بعض الجوانب لم أتطرق إليها في شعر ياسر الأطرش، وأحب يعني وهذا يدعم أيضا الرسالة أن أتناول بعض الجوانب أسلط الضوء عليها أكثر عند الشاعر، وبعض مثلا الرموز، الرمز، الإيقاع تحتاج إلى دراسة مفصلة وأبحاث في عند الشاعر. أكيد. يعني من تختارين مثلا في حال ستتحدثين عن رواية مثلا أو من جهة نقدية، من تختارين؟ رواية من جهة نقدية يعني ربما قد تكون يعني رضوى عاشور، يعني أنا أحب برضو صراحة كتاباتها ورواياتها، لكن اتجاهي شعري أكثر. أتمنى لك كل التوفيق سارة القطاونة، طالبة دراسات عليا، كنت معنا من عمان. شكرا جزيلا لك. أهلا، شكرا، عفوا.